كده ده يعني الجزء اللي هو مفصل. طب انا عايز اتكلم عن الفرق بين الاول ودي برضه هو يرفعه ويقول لك ازاي الكونستراكتور الكونستراكتور اللي عندك كده صحيح برضه دي سهل انك ممكن تقراها. تمام بص كده برضه ده زي كده طيب الاكسبيرمنت ده الجراف كان عنده مين؟ ما كان عنده مرض وكان عنده فلوس كتير. فكل اللي كان بيعمله كان بيستخدم القطط عن طريق القطط بيعرف الثيتا ويعرف مين؟ الجهاز. هو مصمم الاكس راي الجهاز مصمم من عنده بطريقه دي. لما جينا نشرح القانون الدوري بقى انا جيت قريت القطط حصل الترفيلانس بالظبط زي ما انت شايف. العمليه الاستعكسيه ان انا كنت حاطط بوزات فالميجا انا كنت عايز الثيتا ومن الجهاز اللي موجود اللي انت شايفه قدرت احسب مين؟ الثيتا وقدرت احسب اللي انت شايفه مين؟ الامر. حسبت النمره ده كده انا حسبت النمره بتاعت الجريك قلت لها حسبتها اكسبيرمنتال ولا لا؟ حسبتها اكسبيرمنتال رحت مكرر الكلام ده وشفت النتائج اللي هي موجوده او قانون الجوري اللي هو نمره بتساوي اتش على البي طلع ان الكلام ده مظبوط. دي برضه التجربه اللي انا فيها اللي جت. بص بقى الموضوع ده مش مجرد انك موجود عندك في الكتاب الحياه اللي انا حاططها يمكن الابروش انا بحبط يعني بحس اكتر ان الكوانتم ميكانكس والحاجات اللي هي الاكسبيرمنت فيها اكتر حاجه تقنع الانسان شويه. الاكسبيرمنت بتاعتي دي التجربه اللي انا بقولها لك موجوده في المعمل استخدامها عاوز تفكر شويه بس انا هوري لك الجزر دلوقتي وفهمها لك وهقول لك ان دي بقى داي البرزنتيشن مباشره بوش كتير جدا لعمليه ان الالكترون بيتصرف في ام وين؟ وين؟ بص لو سمعت انا بجرب الكونتراكشن مش الحته دي قبل ما نركز عليها انا فاهم سريع كده لك برضه بعض الصور دي وعلى فكره تجربه الكونتراكشن دي من الحاجات الاساسيه اللي اثبتت الكونتر فيلم يعني خلي بالك انا بقول لك كتير منكم اصلا تنسي تبقى بالنسبه لهم مش محسوسه او اهميتها ولكن من ضمن اللي هي الفكره الامر الثاني بيبقى حاجه مش لها اي شكل هي الريكشن. طيب اولا قضيه الريكشن بس عاوزين نركز على حاجه مهمه جدا. ايه هي قضيه الريكشن؟ وركزوا على بعض المعلومات الاولانيه. ده احنا ما اتكلمناش عليها قبل كده. انا عايز اعرف ما بنناش على الزايد. طب بص قول مين بقى عشان تخلي بالك منها وشوف الالكترون هيعمل ايه. خد بالك انت وصلت الاستراكشر مع الدكتور مايكل ولا طيب يبقى الاستفاده هتبقى بالكامل مع الدكتور. فانا ليا تركيز على حاجه بس مهمه عاوز اركز فيها. انت دلوقتي لما بايظ في عادي متفتحه متفتحه ما بيجيبش الا تحت الكونديشن دي هتاخدها معاك ولكن انا هركز على حاجه اما بيحصل شيوخ الدور انا بس عاوز من الاول انبهكم على حاجتين ما هي دي اللي بتعمل الكونفيوجن عند الدور. الفتحه اللي هيعيد منها الدور شكل الفتحه دي مهمه جدا. هل الفتحه مش حاطط زي الدبل سبيس فاكرين في الدبل سبيس كان عندك سبيس سبيس ريكتانجل ريكتانجل الاثنين فوق بعض. هنا لو شكل التخيل اللي بس نوصلها في الاول اذا كان الفتحه عباره عن ايه؟ سلم. يعني معناها ان كده الفتحه المفتوحه في الحالي عباره عن ايه؟ مستطيلة. لو مستطيلة عندك هتلاقي الشكل كده. إيه؟ بص بقى خلي بالك معايا. هتلاقي فوق وهو داخل عندك هنا بيبتدي يعني بحيث ان يعملها نقطة مضيئة كبيرة في النص دي بنسميها السنترال ماكسيمم. هي السنترال ايه؟ ماكسيمم اللي موجودة بعد الماكسيمم ده انا مش شايف ايدي مينيمم يمين ومينيمم ايه؟ فوق ومينيمم تحت. الحاجه بس المهمه جدا ان العواصف تخلي بالكم من الصراحه. اما تدرس الديفراكشن تقدر تحسب حاجه. تقدر تحسب الانتنسي بتاع الشعاع اللي هو عمل اضاءه الفطران. تقدر حاجه ثانيه تحسب الانتي بتاع الحرس ماكسيمم. يعني دلوقتي انا عاوز اقول لك على حسين حسابكم انت بقى اعمل الدوران ده ما بتعمله مع في الويكس بس انا هقول الكونكلوجن عليه. اول حاجه بقى ان الضوء اللي بيجي في السنتر الماكسيمم اللي هي اكبر ماكسيمم دي بيبقى يناضل تقريبا كام في الميه من الانتنسيتي بتاع اللايت بولد؟ 85%. يعني البيك الكبير انا
بيزنس على الايه والايه ده هو عرض مين؟ فركزوا هنا عشان المسألة دي لو قلت لك معنى وبتتلحق معنى عنها. باجي اقول لك تخيل دلوقتي لو انت بتنزل لايف وايت نون بريزنت الويزنس بتاعك 4000 ريال عامله 30 ضرب يعني الحاجة دي من هنا يعني عامل نعم ايه؟ طلع الويفنس بتاعك في حدود 10 اس ناقص 34 انت متخيلين؟ 10 اس ناقص كام؟ 34 طبعا 10 اس ناقص 34 ده ويفنس ايه؟ ده كده والفتحات اللي احنا بنعدي فيها يعني على الاقل حاجه لو حطيت فشل حتى في ده متخيل يعني ده ايه؟ مثلا ربع متر ولا حاجه زي كده الشيء الطبيعي انك انت عمرك ما هتشوف سيول انت متخيل الزاويه؟ يعني لو انت قسمت دي على دي هتطلع الزاويه دي مليون بتكون ايه؟ يبقى من ناحيه التفاوت عمرنا ابدا ما ندخل لينا الفنومنا الخاصه بالايه؟ بالديفراكشن، ولكن بالنسبه للوقت اللايت او بالنسبه للالكترو سهل انك تشوف ولا لا؟ سهل انك انت تشوف. برضه انا هنا هحط لك حاجه صغيره عشان تفهمك الحته دي ايه؟ اللي موجود عندك. ده اللون اللي احنا كنا بنستخدمه اللي هو الوايت، انا مدي لك امكانيتين يعني. يا اما انك تكبر الويت بتاع الفرقه تتفرج ايه اللي هيحصل. يا اما انك تغير الويف ايه؟ لا يعني مثلا لو انت استخدمت الويف اكبر شيء طبيعي كل ما حضرتك هتكبر الايه؟ ايه اللي هيحصل فيه؟ تبتدي بقى ايه؟ تطلع عشان كده بتشوف الديفراكشن باترن الماكي سنتر ريفراكشن بتاعه ماله؟ صغير او بيت ايه؟ صغير نفس الحكايه دي لو انت غيرت الويف بتغير على طول شكل الديفراكشن ايه؟ فتبتدي ترجع لك المنظر ده وهنقلك من كل ده اسماء بيتر موبايل خلي بالك من دون الفايروس اللي هو الامريكي اللي هو اكثر من اكثر من اللي هو ده فعملت لك كده ايه؟ الجزء الاخير التجربه اللي ان في برضه
كان كذا واحد جه سألني الزوايا السنة بتتحرك. بص يا باشمهندس يقعد. أنت زي ما دلوقتي في الإكس ريز إنك بتتحرك فين؟ الديفيكتور والإكس راي نفسه. طيب بص دي يقعد. ومين بس؟ عشان بس نفهم التجربة دي اللي أنا فيه. دلوقتي لازم تدخل إن أنا لسه طبعاً خلي بالك التجربة دي اتعملت سنة 27. اللي انت شفته في التراكتوميتر اللي بشوفك ده اللي انت بتاع 2011 حاجه زي كده. طبعا من 2011 ل 7 يعني 20 سنه معانا التجربه تقديم في السنه عمل الميكانيكال سيستم مش بالدقه طبعا الموجوده دلوقتي. يعني انت دلوقتي انت الجهاز ده بيبقى مقفول لوحده وانت من بره كمبيوترات بتاخد النتائج بتاعت كل حاجه ما بتحسش حاجه خالص. يعني هي كلها بتتعمل كمبيوترات من اولها للاخرها حركه نفسها مش ايام بقى دي البروجيكت عملوها في 16 ازاي؟ خلينا نشرحها لك انا وبعدين اوريها لك. هو ما يقدرش يتحرك الاكس راي من زمان. انت شفت النهارده في الرسمه المرسومه الجهاز اللي طلع الاكس راي من كده كان بيتحرك قدام السايد بتاعه ده كده. الاكس راي يا اخوانا الاجهزه بتاعتها زمان كانت حجمه جوه طبعا انت مش متخيل انا هحط اوضه كان ايه؟ خلاص استحاله. ايوه بالظبط ارجع للكمبيوتر اللي بتشتغل انت النهارده هتكون للبحث وكابنت الكميشن دي ده بص على اول كمبيوتر سنه 49 كان محطوط على 130 متر مربع. 130 متر مربع انت كنت مقطع تقريبا ده حجم الكمبيوتر. طبعا برضه اجهزه الاكس ري الاول كانت احجامها ايه؟ ضخم. يعني جدا اللي بتعدل الالكترون احجامها ايه؟ ضخم. لو كان جهاز عشان ما يجيلوش جهاز الاكس ري كانوا بيلعبوا لعبه بالطريقه اللي حواليها. ادي الاكس راي نفسها ادي الانجل سي المفروض ادي الديتكتور بتاعك كده ادي الشيت اللي خارجه انت فهمت ان اللعبه دي لازم اخلي الاثنين دول اساسا. طيب هو دلوقتي عاوز يقيس بانجل ثاني كانش بيعمل كده. بص كان هيعمل ايه؟ كان بيجي يخلي الستاندرز نفسها هي اللي تقيس. يعني بدل ما يحرك الاكس راي ده يحرك مين؟ الستاندرز. طب هو لو حرك الستاندرز خلى الستاندرز يقيس عملها غير الفيتا ولا غيرها؟ غيرها صح ولا لا؟ احنا جينا دلوقتي طيب يبقى لازم يعمل ايه بقى؟ يبقى دايما تاني بحيث يخلي الانجل دي زي الايه؟ الانجل. هو ده اللي التعليم اللي في الرسم ان هو بدل ما بيعدي ما بيتحرك الاكس راي هو سايق خلى الاكس راي او الالكترون اللي نازل انجل ايه؟ او الثابت وبيحرك الستاندرد وبيحرك الديتكتور. طبعا لو الستاندرد دي فاكتشف لو الستاندرد اتحركت بالثيتا الديتكتور ده يتحرك بكام ثيتا؟ 200 ثيتا عشان يعمل لك نفس الايه؟ الزاويه هي هي يعني انت تخيل انا واقف كده ثيتا وثيتا. طب انا ميلت ده بثيتا صح ولا لا؟ يبقى هرجع بيها قد ايه؟ دبل ايه ثيتا بشوفها انت دي هتجيبها على طول. لكن افهم بقى التعديل الوحيد في التجربه اللي موجوده قدامك ان انا هنا ايه؟ بص بقى على الرسمه عشان الناس تعرف ان حاجات كتير هنا في التجربه دي واضح بدل من الكاسيت ري 2 او من الاكس ري او بيعملها الاكس ري او كاسيت ري 2 واضح ان ده فيكسد ولا لا؟ ده فيكسد. عشان كده هو كاتب لك هنا ايه؟ دي الكريستال. الكريستال دي كاتب لك هنا تحت ايه؟ تيونينج للكريستال. تيونينج للكريستال يعني يقدر ان هو ايه؟ يدور يبقى هنا هو بيقدر يلف الكريستال وطبعا يلف مين؟ الديتكتور. يعني الفرق بس هنا هو ثبت البيم اللي نازل وبيغير تيونينج للسامبل نفسها وبيغير مين؟ الديتكتور اللي هو بيتحرك. فبيحصل على نفس القوانين هي هي بدل ما بيتحرك الاكس راي السورس بتاع الاكس راي ده هو مثبت هنا السورس بتاع اللايت بتاع الاكس راي وبيحرك السامبل وبيحرك الديتكتور معاه. طب كده احنا يعني مثال كل ده بقى معايا معايا انا مش هختار النهارده انا في هنا اثبات عن طريق الديفراكشن واثبات عن طريق اللي هي الاكسبيرمنت اللي احنا انا عندي الكورتاين دي مش تايم وقت كبير عندي الكورتاين اللي انا عملته في الكتريكتور ديفراكشن ممكن يبقى مره محاضره ثانيه او المره اللي جايه او صح بس حاجه كمل الشفت ده عشان اقدر اخش في جروب مع بعض في الكوانتم. بص حاجتين بس عاوز اتكلم عليهم انا محتاج هايدلبرج نبه ان في بعض الكميات الطبيعيه لا يمكن يسكن الاثنين بنفس الوقت وبدقه عاليه. الفيزيكال دي بتاعتها ليه
لو حتى جينا نتكلم عن الالكترون ديفراكشن اللي كانت موجوده عندك، انا عايز اقول لك ان هو ده بس هقول لك على السلايد وبعدين نكمل على طول. بص كده، يعني السؤال اللي بيفرض نفسه، هل الانسرتينتي نتيجه عمليه القياس؟ لا، الانسرتينتي مش نتيجه عمليه الايه؟ القياس، لا، هي نتيجه ظهور الويف بروبرتي. اول ما تظهر الويف بروبرتي ما تقدرش تتكلم على دقه 100%. وانا شفتها بطريقه بسيطه جدا دلوقتي، شفت الديفراكشن. الديفراكشن ده بيحصل للالكترون زي ما انا قلت لك بيحصل للفايبر. طب دلوقتي تخيل لو واحد جاب الالكترون عدم قال لي مش جايبينها وعدم عملت الماكسيمم في الموضوع. ركز، لو قلت لك انا الالكترون ده بعد ما عندي نسبته هيروح فين تقدر تروح؟ لا، بس الرابط هيروح هتقول ماكسيمم بروبابيلتي دي بين ونص، ان احنا عارفين تجارب الانتراكشن حتى للالكترون 85% من عدد الالكترون برضه بيجي بين بالنص، فانت عارف ايه؟ الموست بروبابل او الاحتمال الاكبر ان يجي فين؟ في المنتصف. طيب ممكن يجي هنا ولا مش ممكن؟ يجي، بس الاحتمال ايه؟ اقل. يبقى انت النهارده خدت اجابات سيرتن ولا في انسرتينتي؟ كونك انت تقول بروبابيلتي 80% معنى كده ان الحاجه ممكن ما يكونش في المكان ده 20%، فتيجي تقول لي ده 85% يعني معناه ان دول بنات انت بتقول الاماكن الاخرى يكون في حدود 5%. يبقى انت ما بتتكلمنيش على اثبات الايه؟ طبعا واضح. هل دي بقى حاجه خاصه بالميجرمنت ولا خاصه ان هو عمل ديفراكشن؟ بالظبط، اللي هي ظاهره ويف. يبقى افهم بقى من ظاهره انسرتينتي جاي من ظاهره ان البارتكل دي ويف بروب، مش نتيجه ان اجهزه القياس اللي انا بستخدمها فيها هو هيستخدمها تحديد والنيل. هفهمك واحدة واحدة وأجيب لك نقطة تانية عشان أشتغل. أول نقطة قالك المقدارين اللي ما تقدرش تحسبهم بمنتهى الدقة البوزيشن وفي نفس الوقت المومنت. ركز، يبقى هو أول بيجي كده كوانتم حوار البوزيشن والإيه؟ والمومنت. بيقول لك أي قياس للإكس لازم يكون فيه رينج دلتا إكس فقط. أي قياس او ثبات للبي ما نقولش كده، حتى اقول لك حسابات اكتر عشان هي ممكن تكون خطا من القياس نفسه، ان هيحصل عندك دلتا بي. هو حدد لك ان الدلتا بي والدلتا اكس دول النسب الخطا فيهم هتكون اكبر من اتش بار على ال بي. بص الاثبات ده بيجي من حاجه اسمها فوريير ترانسفورم، القيمه نفسها اتش بار على اثنين. انا مش فاكر لك ان انا عارف انت ما خدتش الفوريير ترانسفورم ومعقد كده مالكش، ولكن هو اثبت ان الخطا ده المينيمم بتاع اتش بار على وان اتش بار طبعا انت عارف ان هو ثابت كلام على الرطوبه، يعني هو بيسموه دراج بار، يعني اتش بار اللي احنا بنكتبها هنا هي عباره عن اتش على 2 باي، اتش هو ثابت. مفضل بقى ركز معايا. طيب عاوزين نكتب اشمعنى يعني الاكس والبي؟ في اثنين نقط ثانيين قالك اه في انترفينتي ما بين الاي والبي او دي الاثنين، يعني ما تقدرش تحسب التايم ازاي والانرجي ازاي. عاوزين نستخدم دي التجربه اللي قلتها لك المره اللي فاتت. التجربه هي بتتكلم بمجرد ما هنمسك يعني انها مش حقيقيه ولكن بتقرب لك الايه؟ المعنى. التجربه اللي احنا قلناها المره اللي فاتت هنعيدها بس سريعا كده. افرض ان انت عندك حي موجود فيه الكترون معين، والالكترون ده انا عاوز اعرف مكانه جوه الحي ده فين. تعالوا نفترض ان الالكترون ده كان ده زيرو، نفترض ان هو عند الجرح. عشان ما تقدر تحدد مكانه هتستخدم التلسكوب او حاجه تشوفه، التلسكوب ده ليه ويب لينس نمبر، ونفترض ان النمبر بتاعك السينا محطوطه في الاول 10. ركز بقى معايا، لو الالكترون ده واقف هنا او واقف واحد انجسترون او اثنين انجسترون او ثلاثه انجسترون حاضر على السنه. لا ليه؟ عشان تشوف الحاجه بالذات لازم المكان بتاعك يكون اقل من الويف ايه؟ لازم يكون الويف لينس اقل من المكان اللي انت فيه، يعني ايه؟ يعني تعال لو انا عايز اشوف هنا دقه 1 انجستر يبقى لازم اللايت اللي انا استخدمه اللي هو الاوردر اوف كام؟ 1 انجستر. لو عاوز اشوف هنا دقه او دقه في الحركه نص انجستر، المفروض اللايت يكون محدود
الله ده هيبقى الفورمه بتاع مين؟ اللمبه اللي هي 10 ايه؟ اي خلاص. يبقى دي حاجه من المعلومه عندك لو انت عاوز تشوف. طيب كويس جدا، سؤال الفوتون اللي نازل او اللايت اللي نازل ليه مومنتم ولا مش؟ المومنتم بتاعه كام؟ المومنتم بتاعه بالظبط بالك. طيب هو اللايت اللي نزل ده سبب لك تشينج في المومنتم ده على الاقل اللي تشينج في المومنتم هتكون في الاوردر اعلى حاجه ان يكون ان هو يمتص المومنتم كلها بتاعت مين؟ فوت. يبقى معنى كده ان الخطا اللي عندك ممكن يحصل لك في بحدود مين؟ اتش على ايه؟ عمل. طب بص تعالوا كده بقى ركزوا قبل ما نعمل خطا. لو جيت قلت لك انا عاوز اكس تقص دقه عاليه جدا او احسبها بدقه عاليه هتقول لي نعمل ايه في الخطا؟ قال لها يا انت لو قلت الخطا المومنتم بتاع الالكترون الفوتو اللي نازل هيبقى ايه؟ عالي جدا، يبقى معناها ان تشينج في المومنتم عالي. يبقى انت ما تقدرش ابدا ان الاثنين تاخدهم بنفس الوقت، ده الجزء اللي احنا كنا بننمر، ولو حتى حسبت الحسبه هنا هيجي لك ان دلتا اكس بطلت الاثنين دول في بعض، دلتا اكس ودلتا بي على حسب الاكسبيرمنت دي بتديها لك بكام؟ ليه؟ اولا هو الكميتين دول ركزوا بقى، انا عاوز احط حاجه قدامك دلوقتي هي هتبقى اول مشاكل في محاضرات الكوانتم ميكانكس. محاضرات الكوانتم ميكانكس اول ما هتبتدي تاخدها يعني هتحس برضه بشيء استغراب شويه، لكن بعد شويه هتبتدي انك انت تفهم. فيعني انا بركز لك على النقطه اللي هتقدر تحدد فيها مشكله. من الدسكشن اللي احنا عملناها، هل في واحد ممكن يبتدي فانكشن كوانتم مومنتم في فانكشن ميكانكس؟ في واحد هل ممكن شخص بعد الكلام ده يطلع لي يقول لي المومنتم ممكن احسبه كفانكشن اوف اكس؟ هل ده ممكن؟ ما هو لو مش ممكن مش ممكن ليه؟ اولا انت ما باجي اقول لك واي بتساوي اكس سكوير، ركزوا بس اي قيمه اكس دي قيمه الواي محدده ولا لا؟ طيب انت لسه عارف حاليا لو انت عارف قيمه الاكس ثبت 100% هتقدر تكسب المومنتم؟ لا احنا مش دي مش لسه هنا. يعني لو واحد طبقا للكلام ده عاوز اكس دي كده بالظبط اعمل ايه؟ هيبقى دي حاجه مهوله جدا ما تقدرش تكسبها. يبقى تاكدوا بقى ان الكوانتم ميكانكس او شغلنا بعد كده لا يمكن اقدر اجيب بي كفانكشن اوف مين؟ وبقيت ان بي كفانكشن اقول لك واي فانكشن اوف اكس مفهومه من الكلام افضل اي قيمه اكس تقدر تحسب الواي. المناظره دي حط قيمه اكس، هل انت بتحط قيمه اكس بتحطها ثابت ولا لا؟ بتحطها ثابت المفروض هتحصل على واي قيمه دي عكس الامر الثاني ولا لا؟ دي عكس الامر الثاني. يبقى افهم بقى من الجزء ده هايبرفيرج اللي هتلاقيها من الاول ممكن جدا تحسب لي البوتنشال بتاع جسم كفانكشن اوف اكس صح؟ تقدر تحسبها هو في منتهى الدقه. تقدر تجيب لي مثلا الكاينيتيك انرجي بلحظه معينه كفانكشن اوف ايه؟ اوف اكس. تقدر تحسب لي الاكسبكتيشن انا، لكن لا يمكن تقدر تحصل لي على فانكشن دقيقه تقول لي المومنتم فانكشن هو ايه؟ هو نفس الكلام بقى هيبقى دي وليه؟ ودي كتاب هحكيها لك يعني برضه ما حدش يقدر ابدا يجيب لي معادله ان دي تتغير في فانكشن دي اكزاكت دي على الكورن سكيل. اول ما تحسب الويف مش طبعا لما تيجي على البارت تنفع ولا مش تنفع ان البارت خلاص انا اثبت لك ان البارت اللي بدل لسه هقول لك كلام الامر الثاني في البارت ملهاش اي ايه في الماس البارت يعني في الاحسام الكبيره ملهاش اي معنى. وهتشوف دلوقتي الحسابات هتوديها لك. طيب دلتا واي يبقى هيبقى البي في اتجاه الواي دي انا ركزتك عليها جامد جدا. ما تنسوش ان التشينج بتاع الخطا في المومنتم والخطا في البوزيشن ده لازم يكون انت سيم ثابت ما تحسبهاش رن. التجربه اللي احنا موجوده اللي هي انا شرحتها لك انا حاسس انت بادئ بالالكترون ريفراكشن واسباب الالكترون لينا وبعدين عملت لك اللي هي التجربه بتاعت الكمبيوتر سكوب اللي موجوده عندك. تعالوا بقى مع بعض بقى سريعا كده احنا شفنا الانسستنسي سمعنا ان احنا بين مين ومين البوزيشن ومين والمهم هجيب لك الريليشن الثانيه بس اللي هي ما بين الاي والاي دي في ار ثلاثة ايوه. الرسم البيانية مش تعليم؟ يبقى انت عندك
دي هي الجيم المعلمه. هنا بص ده ثابت ولا ثابت؟ كل ما كانت التغير في اكس صغير جدا التغير في جهه جاي كبير جدا صح ولا لا؟ طيب انا لو جيت قلت لك واي في اكس مثلا بتساوي 4 قلت لك ارسم لي العلاقه ارسم لي واي اجنس مين؟ اكس هتبقى بتربط حاجه اكيد كل ما اكس تظهر الواي تكبر صح ولا لا؟ دي رسمه موجوده في الجامعه كيرف ده هو عباره عن ايه؟ ان دلتا اكس دلتا بي بتساوي اتش على كام؟ على ايه؟ ده الكيرف ده واضح جدا كل ما دلتا اكس مثلا تظهر يبقى كل ما دلتا بي ايه؟ تكبر تمام ولا لا؟ طيب انت عندك المعادله بتاعتك الرينج دي هي الخط ده اللي مثلا دلتا اكس دلتا بي يساوي اتش على كام؟ طبعا في اكبر منه في مين؟ اصغر منه البارت ده بيمثل لك الموجود اكبر منه والبارت الثاني ده بيمثل لك الدود اللي هو ايه؟ اقل. يبقى اللي انا بس هنا اللي هي العلاقه بتاعت الامر الثاني دي. ولما انا قلت لك اكثر من مره كل ما الاكس بتكبر لازم البي مان يعني لو الخطا في الاكس صغير جدا معناه الخطا في البي هيبقى ايه؟ ماكسيموم. تعالى لو قلت لك ادي الخطا هنا دلتا اكس اهو. الدلتا اكس كبيره الدلتا دي الخطا بتاعها صغير. لو جيت هنا الدلتا اكس صغيره لكن الدلتا دي ايه؟ اكبر. تمام كده؟ تعالى بقى معانا في بسرعه ناخد اللي هي الفورمولا الثانيه الخاصه بالامر تفتكر بعدين نشوف بقى استخدام الحاجات دي وقد ايه الامر الثاني دي مفيده ليه. هدي لك الكلام ده لو فهمته يا جماعه شوف الكلام ده هتقول لكم دول اساسي بعد كده هقدر اتكلم ازاي في الصوره ولا حاجه. اتفضل دلوقتي انت المعادله عندك لو سرعات قليله الناس بتتكلم. لو انت عندك سرعات قليله هتستخدم النمبر اللي بتتكلم هتقول ان الكينيتيك انرجي بتاعتك او الانرجي بتاعتك هتتقلب دي نص من بي سكوير ممكن تكتبها انها بي سكوير على كده. طيب دي واحده. انت طبعا لو شغال نمبر اللي بتتكلم الان دي ثابته ولا لا؟ ثابته. طب لو حصل اي تشينج في المومنتم اكيد هيحصل تشينج تاني في الانتر. احنا عاوزين العلاقه البسيطه جدا عاوز تجيب الدلتا في كانك فاضل يبقى هتلاقيين بي دي بي على ثاني ان طاير الاثنين مع اثنين البي هتبقى ام بي فالام دي طاير الام تحت يبقى انت قلت ان الدلتا اي بتاعتك هي ايه؟ بي دلتا. كويس تعالى ارجع بقى للكوشن بتاعت الانسر تاني. الانسر تاني دي اساسا دلتا اتش دلتا بي ولا لا؟ شيل لي هنا الدلتا دي يبقى لي الثلاثه دلتا يبقى احكي لي انا ايه؟ الدلتا ايه؟ على دي. طب بص يا باشمهندس كده دلتا اكس على دي يا عم دلتا بتاعتي صح ولا لا؟ يعني صح دلتا اكس على دي هي العلاقه بتاعت الدلتا دي طب راح توصل للفورمولا الثانيه مش دي بعد ما تقول انا يعني استفدت حاجه حسستني ان انا ما قدرتش زي التجربه اللي احنا عملناها لما نزل لايف يا اما يجي الكوتيشن بدقه يا اما يجي المومنتم بدقه فيها نعمل ايه؟ ازاي نعمل ايه؟ تخيل دلوقتي على نظام التكنولوجيا وعندك الكترون نقص في ليفل اعلى ركز اما بتسيبه بيفقد طاقته بيعمل ايه؟ بينزل لليفل ايه؟ اقل وبيخرج لك ايه؟ فوتون. انت صح ولا مش بيخرج فوتون؟ الفوتون دي عباره عن مين؟ عن انت. خلي بالك لو جيت قلت لك احسب لي زمن الانتقال من الليفل الاعلى للليفل الاقل ادي دلتا اكس وقيس في نفس الوقت الانرجي اللي خارج هتلاقي نفسك برضه نفس الحكايه. لو عاوز تحسب الانرجي اللي خارجه بدقه جامده جدا ما تقدرش تحسب الزمن اللي نزل فيه بالظبط. لو حسبت الزمن اللي نزل فيه بالظبط هتلاقي ان الخطا في الانرجي اللي انت حسبتها بره اكبر او اكبر من انت لو انت مثلا كنت قللت النسبه الخطا في الزمن. هي دي معناها ان في حاجات فيها انرجي تايم وفي اكسرسايز في الكتاب عن سولف الاكزامبل على كل ميكانيك بتاعت الريليشن ما بين الكي والاي والاي وتقدر تفهم منها الكل. انا حتى هشرح لك الاكسرسايز دلوقتي هيبقى فيه قوي اما عشان انت سولف الاكزامبل بتاع تايم هتلاقي ساعتها ما فيش اي نوع من الصعوبه. يعني دايما انا بركز على ان الاكسرسايز اللي بتديها لك في الليتشر تبقى عمق الكونسيبت فيها اكتر. خد بقى دلوقتي عشان بس نتبع الحته الانفرتيليتي دي شويه.
فين استخدامها؟ واحد تاني كان بيقول لك حاجه في الحسابات بتاعتها بقى لازم تركز فيها عشان ما تبقاش عندك مشكله. اول اكزامبل ده المفروض تعرفوه ده مديلك الانترو ومديلك الانترو بتاع المسار مديلك الناس بتاع الانترو والناس بتاع يقول لك الاثنين بيجروا 500 متر غير سهل. طيب اولا كده 500 متر غير سهل هل دي هاي سبيد ولا لو سبيد؟ لو سبيد يبقى انت في الحاله دي هتروح رايح حتى تستخدم نون ريزيستنس عشان هو كده بيقول لك من الاول يوز النون بس مديلك معلومه مهمه جدا بيقول لك السرعه اللي ماشي فيها سواء الدريفت او الرصاصه فيها خطا نسبه الخطا اللي موجوده ايه؟ قدام يعني هو من المساله كده كان بيجي لك انت ايه؟ في صح ولا لا؟ مش هو بيجي لك سرعه 500 وبيقول لك مين الثلاثه اللي هتكون يعني انا بالظبط لما اجي اقول انت مثلا سيف وزنك 160 مثلا او 100 كيلو جرام والميزان اللي انت بتجيب فيه الدقه بتاعته 1% يبقى انا هحط لك نسبه الايرور قد ايه؟ 1 كيلو جرام هو كان بيضرب 1% في كل المية هو مدي لك السرعه 500 فكان بيقول لك ان الخطا بيجي لك النسبه بتاعتك عاوز تحسب ركزوا كويس عاوز يحسب الخطا في حسابات المومنتم وعاوز يحسب الخطا في حسابات البوزيشن يعني بص كده لو فعلا الحته دي مهمه جدا لو انا برضه في الرصاصه وفيها سرعه معينه وحصل تشينج في المومنتم بسيط عاوز اشوف الخطا في البوزيشن اللي هوصله هيبقى نسبه الخطا قد ايه عاوز اشوف البوزيشن بقى لو ليه هو يعني مش حركه هيبقى نسبه الخطا طيب دلوقتي تعالى معايا هنحسبها اولا طبعا خلاص مش عارفين ان احنا شغالين نمبر ريزيستنس يبقى انا دايما عندي المومنتم موجود في دي او بمعنى اصح ان الدتا دي هتبقى ام لوب فين؟ دتا احنا مديلك دتا بي ولا مديلك دتا بي مديلك دتا بي تقدر تحسبها من استخدامها مباشره ومديلك ام مره للالكتر ومره من الهيئه الجميل يبقى اذا تقدر تحسب الخطا في دي 10 فتعالى اجي اعرف في الهايبرد او الاثنين اللي لو دلتا اكس دلتا بي بتساوي اتش بار حسبتها الموجود عندك اتش بار على اثنين اللي هي بص من فضلكم بقى لما جيت حسبت الالكترون اللي عاوز تركز فيها جامد قوي طلع الخطا في البوزيشن كام؟ 1.1 ملي متر سؤال انت تقدر تقيس الملي ولا لا؟ انت بالعكس تقيس المايكرو متر تقدر تقيس حاجه بالمايكرو يبقى الخطا ده تقدر تحسبه ولا ما تقدرش؟ تقدر. طب تعالوا بقى بدل ما نحسب الخطا من اللي ده تعالى نحسب الخطا او صوره كل اللي احنا بنعمله. طب انا هعمل نفس الحكايه هحسب دي النسبه بتقول وهحسب دي بص دي اكس كام؟ 10 12 كام؟ 2 ملي. هل لو انت عندك خطا في البوزيشن 10 12 2 ملي تقدر تحسبه؟ يبقى هنا الامر الثاني دي عمرها ما هتحصل على السنه لو حصلت على السنه ملهاش اي ايه؟ مع ايه الخطا ان انا البوزيشن تقول انا في مكان جنبه او قدامه ب 10 ناقص دي ترتيب ملهاش اي معنى لكن بالنسبه لواحد تاني 2 مللي محسوسه ولا غير محسوسه فالكلام ده هيبقى خطير بالنسبه للالكترون وليس خطير بالنسبه للاجسام وعشان كده بقى خلي بالك انت بالنسبه للاجسام ممكن احسب لك مومنتم في الدايركت في اكس انما في عينك ما فيهاش نسبه خطا ولا تخطا لكن بالنسبه للالكترون عارف ما اقدرش ان انا اثبتها الامر اللي انت فيها هتبقى ايه؟ عالي ما اقدرش اقدر البروجكت هي دي البروجكت طيب هتيجي تقول هل الامر ده بتفيد في بعض الحسابات؟ هقول لك اه هدي لك الابلكيشن اكزامبل تاني الاكزامبل اللي بتقول لك انا من المشكلات الشيء ده خلي بالك وحلو ان انا عشان اقول لك انا حطيت لك كده برضو بعض الانسر بروبلم في اخر السلايد دي مسالتين شدوهم حلوهم لو حليت الاثنين بايدك صح اتاكد انك انت خلص الموضوع اللي قصدك تاني دي والموضوع اللي احنا اتكلمنا عليه بتاع الفرق دول حلو انا ممكن اناقش معاك مرة تانية لكن حلوهم انت الاول. طيب خدوا بقى سيبك من دي مسألة اللي هي حسابات الدلتا دي عندك كده في واحدة وفي واحدة تانية. مفضلك يا عم بقى هنا. عاوزك تقرا المسألة دي كويس. راجل واحمر حاول تفكر لا وانت دي اخر حاجة هنعملها في العصر ده قبل ما نخش على اخواننا. مكتب. باشمهندسين من فضلك الحاجات اللي انا بقولها لك حاول تفكر كده
انه يدرك اساسا وتعادل. طب لما يتحول الى فوق معنى كده يبقى تشارجد ايه؟ فقط. طب ايه الشرط السلبي اللي بيدخل فيه؟ بتدخل في النبيتس راديشن ده بنسميه البيتا راي. البيتا راي دي طبعا شفناها لما شرحت مين؟ الالكترون. او ان تكون ان في الالكترون خرج من انر. طبعا بتقدر تعمل كده لغايه ما عدد من ان ده يقل 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 لغايه ما نوصل في الاخر الى ماده سيرو ويبتدي ان هو يخرج. يا التبادل المعرفي والشغل النيوكلير فيزكس قال ان الالكترون ده عشان يخرج بيحتاج انرجي تكون فيو الكترون فولت. فيو الكترون فولت يعني تكون اقل من 10 الكترون. الكترون يعني دايما بقول لك فيو حاجه المقصود بيها ان الرينج بتاعته تكون اقل من 10. طيب يبقى دلوقتي اي الكترون مش ستيبل بيخرج منها الكترون بتتدفنت عشان الالكترون يخرج بتكون الانرجي بتاعته بتكون كام؟ 10 الكترون جنيه. طيب المساله ايه؟ بتقول لك استخدم انسرتينيتي برنسبل اللي هون جوه احسب لي المينيمم انرجي بتاعته. ركز بقى يعني هو عاوز يستخدم انسرتينيتي عشان تحسب هنا بتجي لي اقل انرجي ممكن تعرضها. وبعد كده تسال اما تحسب الاي مينيمم ده كده قول لي هل النواتج دي مستقره؟ ايه اللي هيحصل؟ هل فعلا ممكن تبقى فيه ذره مستقره في الكترون جواها ولا لا؟ انت كل شغلك من اول دور وجوه دايما حاطط الالكترون فين؟ بره. طب ليه ما حدش فكر عنه؟ ليه الالكترون ما يكونش ايه؟ جوه. هنا الاجابه بقى اللي طيب اسالك لو واحد حسب فيه ولقى ان الانرجي بتاعت الالكترون جوه مثلا مليون الكترون. بص هو عشان يخرج عاوز كام؟ طب لو كده هو مليون الكترون جوه هيعمل ايه؟ يبقى اوتسايد طبعا الكترون هيبقى فين؟ جوه. يبقى اذا انت انت في الاول هتحسب لي الانرجي بتاعته مينيمم. خلي بالك انت ما حسبتش الانرجي ماكسيمم، حسبت الانرجي مينيمم ممكن يكون كمان اعلى منه. بعد ما انت هتحسب الرقم ده هتقارنه بالفيو. فطبعا لو لقيت ان الرقم ده اكبر جدا من الفيو مني برضه بيبقى كل تاكيد هو لا يمكن يبقى جوه ده هو الاوت سايد. ادي الغرض منها انك انت بتقدر تثبت او ازاي تفكر عن تثبت في العنصر التاني ان ما يكونش الالكترون داخل انت. طب نفكر فيها ازاي؟ بص افرض دلوقتي ان انا عندي نواه ده الريجن بتاعها. لو قلت لك ان في الكترون جوه اكبر حي ممكن يكون فيه الكترون اللي هو ده اكس بتاعك يكون كام؟ طبعا الاثنين ار او ار حتى مش هتفرق في الكترون. طيب لو طبقت انت دلتا اكس دلتا بي يساوي اتش بار على دي او اكبر منه يساوي اتش بار على لو انت خليت الدلتا اكس دي ماكسيمم يبقى انت حسبت دلتا بي ايه؟ مينيمم. خلاص انا هحسب دلتا بي مينيمم ومنها هجيب الاي مينيمم. خلاص بعد كده اقارن الاي مينيمم بمين؟ بال 10 الكترون. يبقى خلي بالك عايزها مره ثانيه للنكست. هو بيقول لك يوز الانسرتينتي برنسبل. شوف المينيمم انرجي للالكترون دلتا اكس ماكسيمم هي 2 ايه؟ اه بس يبقى انا عارف الدلتا اكس ماكسيمم. باستخدام الانسرتينتي برنسبل ممكن احسب الدلتا دي ايه؟ مينيمم. هعمل دلتا دي مينيمم اجيب منها ايه؟ الاي مينيمم اللي موجود عندي وبعدين اقارن الاي مينيمم بالكتر. ادي الاكسرسايز او المساله اللي موجوده. تعالوا نشوف بقى الخطوات بتاعتها كده. انا افترضت ان البيتزا اكس هي نفسها الارض اللي موجوده عندي. بعد كده بطلت حسبت البيتزا دي. بعد ما حسبت البيتزا دي ابتديت ان انا احسب دي سي ومعني جيت اقرر الريليشن زي عشان احسب ان هنا مينيمم. بص بالظبط انا ما حسبتش دي سي ان انا جبت المومنتم وحسبت دي سي طلع المومنتم كام؟ بص كده الدي سي طلع كام؟ 20 كام؟ مللي. طبعا دي اكبر من الريست ماس كتير جدا ولا لا؟ يبقى هنا في العلاقه دي هنعمل مين؟ ريست ماس. فانا هقدر اقول على طول من الفانكشن ده ان الاي مينيمم بتاعتي اللي هي دي سي خلاص الجزء اللي اهمته هو كام؟ 20.6 مليون مللي. طبعا ده 20 مليون الكترون. انت عارف هو عشان يخرج عاوز كام؟ يو اقل من 10. طبعا ده هيبقى بره دايما على طول ولا لا؟ هيبقى اوسع. يعني لا يمكن النواه تكون في حاله استقرار ابدا او نيوكلاس في حاله استقرار
بأمر سيرتينيتي. يعني هو بقى عندك مصطلحين هحطهم لك في الحته. انا عاوز اتكلم عن تو سيرفاي دوز. ايوه في لو إذا أنت تتكلم أربعة. الكوانتم ميكانيكس أنا هبعتها لك على ثلاثة كوارت، وكوارت دي هو آخر كوارت موجود عندك. وأنا ما بعتها في السلايد أنا هحط لك كل اللي مفروض أنت هتعرفه. إذا حصل إن أنا عملت إليميشن في التايم أو إن إحنا ما حطيناش في الهبل، يبقى عندك الكوارت اللي مفروض المينيمم ريكوايرد واحد في كهرباء. الحقيقة يعني غالبا هتخلص يعني مش حلوة. فقط دي وصلنا ان ما اعتمدش جامد على الماتماتكس، انا عارف كام جدا على الفيزيكال. مين؟ ده طبعا الناس اللي بتتكلم. الحقيقة بقى عشان نمشي الاوت لاين اللي بنمشي عليها في الفيكشر الاولانية. دبلوري اولا وضحت فكره الدوالب بتديها ايه؟ ان البارتكل احيانا بيتصرف كانه ويف، والويف بيتصرف انها بارتكل. اتاكدنا ان اللي فات فعلا من الويف بروبر، وان فكره الويف ماتر دي او الاجسام بتبقى ويف اتاكدنا منها بكذا طريقه. ديفراكشن انتربيرنس دي اكيد، وشفنا التجارب بتاعتهم الاثنين. بعد كده عبقريه جراس و الشغل بتاع ديفيد لانجلمان اتاكدنا ان العلاقه اللي كتب علاقه صحيحه. بعد كده ابتدينا نشوف في كل اشتهاريه ضمن نوصل انها لازم تبقى روح او فتح، ما تنفعش تبقى سيمبل ايه؟ كويس. واثبتنا ان سرعتها هي نفسها سرعه الجروب، هي نفسها سرعه الفرق. طيب خدنا بقى لو هنقول او هندي رمز للويف دي ابصار، يعني انت دايما زي ما مثلا بتقول واي بتساوي ايه ساين اوميجا تي، انت بتدي رمز لاي الويف اللي هتبقى مصاحبه ليها هندي لها رمز كلمه ايه؟ ابسايد. وابسايد دي هي كلمه ويف فانكشن او سبيد ويف فانكشن، لو انت فاهمها انها ويف وانها بتدي لك معنى. سبيد انها بتقصد دايما بعد ما تعرف الحاله اللي موجود فيها الجسم، هل الجسم هنا ولا غير متوازن ولا غير. عشان كده الناس اكثر الانجنيرين يستخدموا كلمه ويف فانكشن. الناس بتوع بيور ساينس اكثر يستخدموا كلمه سبيد ايه؟ فانكشن. بس سؤال بيقول يعني ايه فانكشن؟ بس الفانكشن هو المفروض فيها ايه؟ الحاجه بقى اللي احنا محتاجينها عاوزين نعرف يا ترى الاكسايد ده فيزيكال بيمثل ايه؟ النقطه الثانيه صح من جنب ده. المهم في واحد فرنسيني ولا اهم من كده الكاركترستكس او الصفات بتاعت الفيزيكس دي واحده، ان هي دي اللي هتبقى الحدود. طيب هو برضه سؤال، ليه الناس لجأت للكوانتم ميكانكس؟ يعني برضه سؤال، هل كان في اسباب اخرى غير اللي ابتدت ظواهر تتشاف؟ اقول لك فاكيد بقى ده شغلنا جامد جدا. يمكن حاليا انت بتسمع كلمه نانو الكترونكس. نانو الكترونكس موجود كده ما ابتداش يبقى معروف الا 1990. قبل 1990 عمر ما كان اي حاجه من ناحيه الالكترونكس فيها الرينج بتاع نانو مثلا مايكرو، عشان كده كانت مشهوره كلمه مايكرو الكترونكس. طيب واضح ان الكلام ده قديم جدا قوي. ده انت شايف الناس بتبتدي من سنه 26 و24 يعني هايزنبرج والدنيا في سنه 26. طب ايه اللي خلى الناس تبتدي من الوقت ده تحاول تفهم هو الكوانتم ميكانكس او تحاول تتعامل؟ الحقيقه كان هنا التطبيقات بتاعت النيوكلير انرجي. ان في الوقت ده كانت ابحاث الفوائد الذريه والفوائد الفيزيكا، وكان في رشم جامد جدا مين اللي وصلها الاول ومين اللي حققها. زائد ان في كتير جدا من الظواهر عملت رقم. اول واخطر كان يعني موضوع الراديشن اللي يخرج من بعض، يعني كلهم عارفين مثلا في الشوارع تلمض الصوديوم بيطلع لون ازرق خلاص، اللي هي لمضة كل اللي هم الصفحه اللي شاور دي تشوفها دي رمضه الصبح. طب السؤال اما بقى ازاي رمضه الصبح ليه بيطلع بين لينس واحد؟ ما هو كل انه بيطلع بين لينس واحد يعني معناه بيطلع انرجي محدده ولا طب ما ده برضه مش مفهوم. طب انت بتسخنها، المفروض انت بتسخنها ممكن تفقد اكتر من
لازم الناس تشعر بقيمه الكونتاين انرجي، ان الانرجي على مستوى الاتوم مستوى الحاجات ما بتبقاش حاجه كونتينيوس، بتبقى حاجه ديسكريت. طبعا انتوا درستوا في ثانوي الاشعاعات اللي بتخرج من ذره الهيدروجين اللي بتنزل من الليفل الثاني للاول او من الثالث للثاني او ثالث، كل الكلام ده ده شكله في المعنى، لكن ضد المبدا بتاع الكلاسيكال فيزيكس. الكلاسيكال فيزيكس عمرك ما تقول لك ان الانرجي ليها قيمه محدده، يعني انت مثلا لما بتاخد مثلا كره زي كره التنس ترميها في الارض، هل بتنزل كل الارتفاعات ولا لا؟ بتطلع كل الارتفاعات، فبيبقى هي ليها كونتينيوس انرجي. على مستوى الالكترونكس في حاجه ثانيه، انتوا عارفين مثلا الديود والترانزستور في فولتج يبتدي الديود يوصل او قبل ما بيوصلش بعده بيوصل. اما تصنع الديود والحاجات دي من مواد على رينج صغير جدا، احجامها هتبقى صغيره جدا، تجد الفولت ده بقى كوانتايز، يعني فولت شغالك بعد فولت ثاني مش موجود، فولت ثالث موجود، فولت رابع مش موجود، انت وانت. فابتدت ان العمليه الناس تشعر ان في حاجه اسمها كونتنتيشن انرجي. المفهوم بتاع الانرجي الحاجه المنتصره ده غير موجود بدليل كل الراديشن كوانتايز. ابتدت الناس بقى من هنا تفكر في الكوانتم ميكانكس. البدايه كانت اتجاه انك تفهم الاتوميك فيزكس، يعني الاتومز ازاي بتتحرك. طبعا بعد كده جينا احنا بقى الالكتريكال انجينير، اول ما ابتدينا نخش في الرينجز الصغيره لقينا هي نفس العمليه اللي بتظهر عندنا. الفولت العادي يعني انت في جميع الدوائر متوقع ايه؟ تحط فولت، هل انت بتحط فولت ديسكريت ولا فولت كونتينوس؟ كونتينوس. الكلام ده هتلاقيه بعد كده مش موجود. وما بتيجي انك انت تشغل بعض الترانزستور ولا حاجه تدي لك الكرنت عباره عن ستيب، يعني انت بتزود الفولت كونتينوس، انت متخيل ان الكرنت لازم يزيد؟ كونتينوس لا مش هتلاقيه كده، على الرينج صغيره جدا بتجد فعلا في كونتاين. والكلام ده يعني جزء تماما دلوقتي بالنسبه لك الجزء بتاع الالكترونكس 100%، يعني مش هقول لك بقى النهارده في ده وصل، لا ده خلاص احنا متاكدين من الكلام ده عند رينج. فابتدت فعلا الاستخدام بقى الكوانتم ميكانكس تخش في النانو. يبقى الدافع الاساسي كان المفهوم اكثر للناس، الناس عاوزه تفهم ليه الانرجي في بعض السيستم خصوصا السيستم الصغيره عباره عن ايه؟ كوانتم. وهنشوف بقى هو دخلنا من طيب ده من حيث بس الهدف او يعني الموتيفيشن اللي الناس دي كانت بتدور عليه. دلوقتي بقى اول بوينت عاوزين نعرفه اذا كان في ويف، طب الويف دي بتمثل ايه؟ اديك مثال. انت لما بقول لك ساوند ويف، الساوند ويف اللي عندك بتمثل ايه؟ بتمثل وانا بكلمك انا بعمل طق خلف الكلام ده كله نتيجه شكل الويف ده هي انت بتسمعها. اما بتيجي مثلا تحط سنين كده في ميه او حاجه بتعمل طوبه، بتبتدي الطوبه دي ايه؟ بتبتدي تطلع ايه؟ وتنزل. انت بتقول ان الامبليتيود بتاعته بتمثل لك الحركه فوق ايه؟ وتحت. طيب ماما ولا عدد؟ بتقول هي مكونه من الكترو ماجنتيك ويفز. الكترو ماجنتيك ويفز دي منطبقه عندك انك انت بتشوف الانتنسي اللي هو مربع الامبليتيود وبتشعر بيه. طب هو هنا بقى السؤال، لو في ويف اسوشيتد بتتحرك في الجسم، الويف الكلام ده خلي بالك بقى معايا. طبعا اول واحده برضه حاول اخدك فلان اعرفه كده، قلت اشمعنى اعرفه؟ ده منطقي يعني سؤال، يعني ليه هو اخذ الابروتش؟ بص بقى الفكره كلها اعمل اي هايبوثيسز او اطلب اي فكره بس اللي ياكد شغلك ان الكلام ده بعد كده يتاثر جميع الظواهر النتائج المترتبه على كده تطلع زي نتائج المعنى. يعني احنا دايما عندنا مشكله في الكوانتم ميكانكس لما باجي اقول لك حاجه تقول لي ليه عملت كده؟ او ليه عملت كده؟ اشمعنى الشكل ده يبقى كده؟ هي اكيد سبب حكي لك هتقدر انك تفهمه، لكن في البدايه زي ما بقول لك خلي الناس تفرض الاصول تحط الكاركترستكس وبعدين الحد الاساسي بتاعنا هل الكلام ده هيبقى مظبوط او لا؟ ان دايما الحاجات اللي هي غير محسوسه بتشوفها باي اكسبيرمنت. يعني ليك حتى في حاجه انت ما بتشوفش الروح فعلا في الانسان فين؟ ما تشوفهاش، لكن بتقدر تعرف هي موجوده ولا لا، بتعرف حقيقه او ما هي بجد، دي تيست بتعرفه منها اذا كانت موجوده او لا، لكن هي نفسها اللي كانت خلاص؟ ماكس بول. ماكس بول ده كان معالج تحرك من شغله الاساسي جاي طلع، فهو طبعا ريليت الفكره بالمعلومات اللي موجوده عليه او المعلومات. تعال نشوف ماكس بول طبعا. ماكس بول بص على الكلمتين اللي احنا شفناها مع بعض اللي هي دبل سبيت، واللي احنا شفناها بعد كده اللي هي
ديفراكشن حتى طبعا السنت دي انا ركزت على حته السيرفر ان انا واخد طبعا ان هو عدى من السيرفر ولا ايه؟ ريتشارد عملها. طب هو بص قال لك كون الحته دي بتشوفها بطريقه معناها ان احتمال الالكترونز وصلت هنا ايه؟ اعلى برضه لما ماشي في الطريق كل اللي انا شفت اللاين ده واضح قوي كده واللاين اللي جنبه قطع معناها ان البروبابيلتي ان الالكترون يتواجد هنا اكتر من التواجد على الجيم زي بالظبط انت بتشوف ترينج هنا مضيئه جدا للنص ورينج اقل اضافه معناها ان هو في النص وصل عدد الالكترونز هنا فقال لك ان السايد هي داله ارميت بالبروبابيلتي بتواجد الجيم خلي بالك وجابها منين؟ انه اكيد الاضاءه اللي تشديدها معناها ان حاجه وصلت فهو اول تفكير حصل جوه قال لك كده قال لك سنه 26 قال لك بروبوز ان الويف اللي هي الاكسايد دي هتكون اسوشيتد ويز ايه؟ موفينج بادي او مع الجسم المصاحب دي هي ريليتد لمين؟ اللايك ويف اللي هو ايه؟ بروبابيلتي بتاعت التواجد يعني لما اجي اقول ابساي هنا عاليه معناه ان البروبابيلتي بتاع تواجد الالكترون هنا عاليه. طيب السؤال انتوا من دراستكم في المكان اي معدل فيه ممكن تكون بوزيتيف او نيجاتيف؟ طيب ممكن تكون ريال او كونفكس يعني دي بتحل معادله رياضيه ممكن الحل يكون ايه؟ ريال بوزيتيف او نيجاتيف او ممكن يبقى كونفكس. طيب سؤال هل في حاجه منطقيه اقول لك بروبابيلتي كده يعني دلوقتي ايه؟ افرض كده عشان تفهموا هو الراجل بيفكر في هو ربط ابسايد في البروبابيلتي خلي بالك بس ايه؟ في البلاك او مينك ولا تركيز في الاضاءه تاخد اذا ليه؟ انت قلت على طول انا لما بيبقى عندي ويف هي هي عماله اللي في ديفايس فاريشن بتاعه لكن انا ما بربع الكلام ده الانفينيتي بتتناسب مع مين؟ الامبيوتر هو عامل نفس الحكايه ايه دي بقى؟ دي هتقرب من المشكله الواقعيه ان انا بعمل الامبيوتر سكوير كل ده خرجت منه كل ده هيبقى ايه؟ بوزيتيف او ريال بعض الناس بقى ايه؟ مستغربه يبقى بوزيتيف او ريال دي لو انا جيت قلت لك دي انا عندي حاجه هي مربعه طبعا هتبقى ايه؟ بص لو عندي حاجه بوزيتيف خلاص هتبقى زينا اهو طب انا نفسي عندي A زائد I وجيت قلت لك انا عندي قيمه الاكسايد فردي كنت بتعمل ايه؟ اما بيبقى عندك حاجه كونت من بره لبره اما كنت بتحب تجيب الماجنتيود بتاعتك بتقول هي عباره عن جذب سكوير كنت بتقول الجذب بتاع A سكوير زائد B B سكوير طبعا انا هترفع يعني هتشيل البنايه وهتكتبها لي هنا ايه زائد ايه؟ بي طيب ايه رايك؟ هل الكلام ده ركز بقى كويس لو كتبت لك حاجه ابسايد لو واحد اسمه عمل ابسايد ابسايد يعني دي لو هي ابسايد هتقول لي هنا اي زائد اي بي طب والبروجكت اي ماينس اي بي دي هتطلع مين؟ اي سكوير زائد طيب يلا لو قلت لك عندي ابسايد بخمسه ركز يا صاحبي ابسايد بكام؟ خمسه دي ابسايد دي هنا ريال ولا مش ريال؟ طيب لو قلت لك عندي ابسايد ابسايد كام؟ ما انا برضه خلي بالك طول ما هي ريال مش هفرق حاجه انت كل الريتيرن بتاع جزء الايه؟ المجد صح ولا غلط؟ يبقى دي معنى لو انا كتبتها كده برضه هي خمسه بكام؟ خمسه هي صح ولا غلط؟ طبعا واضح ان لو نيجي برضه لو عندك اكساي ناقص خمسه قلت لك انا عندي اكساي اكساي كونفيك طبعا هي هتبقى برضه ناقص خمسه ناقص خمسه ناقص خمسه بكام؟ خمسه باسم بقى اما تقول لي انا عايز الموديلا سكوير ما انت مش عاوز اقول انت عاوز الموديلا سكوير عشان تعلم ان الانفينيتي كانت بتتناسب مع الموجه الثانيه بس ممكن تبقى ثاني بقى ان بعد ما اروح واكتب الموديلا سكوير ان جنرال اكتبها فكره ايه؟ الصيد 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 تجيب لك جميع اذا كانت هي ميلي تبقى هي بص هتفضل سكوير لو هي كل الصمبر كمان هتبقى ريال فاهم يبقى بالظبط دي نقطه مهمه جدا
عندنا هنا بس هي حاجه او قرار طبعا هي قبل ما نتكلم فيها تمام دي مفهوم يبقى انت ايه ام هي دي اللي انا عاوزها حته دي بقى مهمه ان قلنا يوز سكوير دي اند سكوير دي بالنسبه له هو الراجل بتاع اوبتس دي هي دي الانتيتيز هي بيقول لك على طول هي المودرن سكوير وانت تنسى بقى المودرن سكوير بيساوي اكس واي بين لما تيجي على الرقم من ناحيه كده طب تعالوا نرجع بقى ونشوف الكلام اللي هو هيكتبه ده فيها كام كاركتر تعالوا اولا انت فاهم الابسايد ريليتد للكور لكن سؤال هل الابسايد الوحده ليها فيه تغيير؟ ليه؟ ان ما الوحده ما ينفعش تكون تغيير عشان ممكن انها تبقى نكتب او كومبوس عشان كده انت فاهم هي قصدها مدر سكوير او ضربه يبقى دلوقتي الابسايد فيها
كذا حاجه عندك في الكاركترستكس. هي لوحدها ما تعملش التنين، لكن السكوير بتاعها او السكوير سايكولوجي ليها معنى. حاجه ثانيه سنجل ماري سترايز كونفينينس ابسوين، لازم ما يكونش فيها صدر تشينج، او بمعنى اصح ان الفيرست ديريفيتيف بتاعتها لازم يبقى كونتكس. طيب دي معلومه. تعال بقى معايا الى حاجه بقى مهمه جدا جدا، مجموعة البروبابيلتي واحنا صح لك مراتي اديك مثلا مهمة عشان افرض انا جيت اقول 1 مليون ابدا، واحد بيحب ماتشات الكورة جدا وده وقت واضح، فانت لو واحد من اصحابك حاجة يقول لك ده 70% ده 100% هتفضل كده كده، لكن ده لا يمنع انك انت تكون اتحركت في اي مكان. لو انا رحت البيت وشفت البروبابيلتي احتمالات على التلفزيون، احتمالات مصادر، احتمالات مصادر على الاوضه وجمعته لازم البروبابيلت ان انا اجي في النهايه، يبقى لازم البروبابيلت تبقى كام؟ واحد. دي رياضيا بقى بالذات رسمت ان الحته دي هنختلف عليها شويه وهنطلع منها اهم او اقصى حاجه في الباوندري كونديشنز اللي عندكم لما بتيجي تشتغل مفيش بالك منها. يعني الكونتينيوس بتعرفها بالسكوير سنجل فاليو. اذا الحته الاخيره دي بالذات بقى بتسبب لك مشكله تعالى بقى من دلوقتي قبل ما نبتدي نحل او نستخدم التخفيف. بص المفروض دلوقتي ايه معنى الاكسايد سكوير هي البروبابيلتي صح؟ لو انا بشوفك في كل مكان وبدور عليك في جميع البولينج من ناقص انفينيتي الى انفينيتي، طبعا ده لازم ندفع بكام؟ واحد صح؟ طيب معنى كده لو سمحت، هل ممكن الاكسايد فانكشن بالشكل ده؟ لو جبت لك الاكسايد دي كونتينيوس ولا نون كونتينيوس؟ ثالث درجة كونتينيوس صح؟ طب لو انت ربطت احكي على شوية ولا طبعا اي ماشي اعمل تكامل. ما هو التكامل ده معناه مش مساحة تحت المنحنى، انت لو عندك حاجة منفوشة قبل الان كده عاوز انك ترتيب التكامل ده، التكامل ده هيطلع لك الفيلم ده يرجع للتكامل 1. عشان يحصل التكامل يكون 1 لازم الكيرف ده يبقى ايه؟ كلوزد عند الهيد، يعني يبقى كده حاجه كده، لازم هنا وهنا يبقوا ايه؟ مفهومين، عشان تبقى ال دي ليها اريا ايه؟ محدده. لكن هو اوبن ما ينفعش، ان اوبن معناه ان هو تعمل انتجريشن المساحه حتى المنحنى للتربيع هتبقى عملها ملك التوبه دي ولا لا؟ يبقى اذا لابد من الانتشار عند الاطراف تكون في نفس دي بقى رياضيا كده كده مفضله مهمه جدا. يعني عباره عن ايه؟ ان يقول لك ايه؟ ان الابسايد تندش لكام؟ وده ايه؟ زيرو. عندي طبعا الابسايد ممكن تبقى اكس وواي وايه؟ وزد يعني تو دايمنشن، يبقى عندي زائد او ناقص ما لا نهايه، واي زائد او ناقص انفينيتي، زد زائد او ناقص ايه؟ انفينيتي. يعني معناها لازم كلوز بوينت الفيجر بتاع الابسايد هيمكن يبقى اوبن اريا، ان اوبن اريا لو عملت الانتجريشن ادي لك ملف نهائي. طيب من فضلكم بقى الكاركترستكس اللي قلناها دلوقتي اربعه سنجل فاليو كونتينيوس فيلتريبل كونتينيوس. الحاجه الاخيره انها نورمالايز، نورمالايز يعني التكامل بتاعها لازم يجي كام؟ 1. ودي امبلاي داخليا ان لازم الترمينال بتاع الاكسايد تنتهي الى اخر. بفضلكم كم منكم غير دلوقتي الاربعه دول نوت كلير؟ فاهمين؟ واضحين؟ طيب لو جمعت بقى كل الاكسايد ده معايا ادي قدامك، خلي بالك في سته مرسومين، واحد مكتوب الايكويشن بتاعته بيقول لك مين في دول؟ لازم مكتوب الاكسايد ما تنفعش، انا ماليش محتوى. لكن انت كده اعمل من ايه دول الدولات او الجي، قول ان صح او غلط تنفع او ما تنفعش. يعني لو واحد منكم عاوز يعمل انتجريشن واضح ان اكس هنا عامل الخط ده واستمر الى ان ملوش هنا. طيب دي تنفع ولا لا؟ دي شوف هو عبارة عن قصاد الأقوال في لكن أنا معاك ولا مش طيب.
شايفينها طبعا شايفينها الموجوده. طيب بالنسبه لنا هنا عشان نستنى جدا فايه المعقد؟ ليه؟ اولا يعني ان ننزل لايه؟ لو انت اربعه مفيش مشكله ان هي تبقى قبل ما تنفعش ليه؟ ايه في اربع اكس شكلها ازاي؟ هو من كده يعني كده حط اكس في كده ركبتين من تاني بني بص يا جماعه بص هنا المعادله كده المعادله واحد. لا هو عاوزك المره دي تعمل البروبابيلتي
بس ما نكملنيش من ناقص انفينيتي الى انفينيتي، لا كامل من ناقص مين؟ اكس نوت الى اكس نوت. يبقى انت جبت البروبابيلتي في رينج معين اللي هو احسبها هتطلع على الفاليو بشكل. طبعا الماثماتكس هنا عشان الاكسبونيشن مش كده خطوط عمليه دي. بس ما فيش بقى نفكر شويه مساله زي دي لا تكامل من ناقص انفينيتي الى انفينيتي، معروف المصمم اللي بيعملها من سيفن اسهل. دي فيها سيفن ولا في مشكله ما تيجي تعوض الغلط الناقص انفينيتي الزائد انفينيتي، فبدل ما تعرف نفسك زائد انفينيتي ناقص انفينيتي اعملها من زيرو الى ما لا نهايه ما لا ضرر. طب كده البارت ده خلص. نفهم الترانزيشن ايه اللي بيحصل جوه السيمي كوندكتور، ايه اللي بيحصل جوه السيلينج، ايه اللي بيحصل جوه السيلينج الجرماني. يقول لك انا محتاج اي كي كيرف او اي كي كيرف كتير جدا منهم للاسف. لما بقول انرجي مومنتوم كيرف الاي كي كيرف بيبقى واقف مش فاهم في ميزه مش كلام ده واحد واحد مش معايا. انا جزء كبير جدا احيانا انت بتستخدم الجزء ده مش بتستخدمه في السنه دي، لكن ممكن في اخر ثانيه او ثالثه في الدور يحتاجوه بكثره خصوصا في المايكروويف. الحته دي تقدر تعرفها دلوقتي. دي اهميه الانرجي والمومنتوم بعد كده عشان انت تنتقل من مكان لمكان لازم يحصل كونسرفيشن اوف ايه؟ انرجي كونسرفيشن اوف مومنت. دي نقطه مهمه قوي. يعني لو انا دلوقتي موجود في الدور الاول ساكت ما عنديش مومنت، قلت لك انا عاوز انقلك من الدور الاول للدور الثاني، هتيجي تقول لي لازم تعوضني فرق الايه؟ الانرجي. طيب افرض انك انت في الدور الاول بتجري في الدايركشن وانا عاوز انقلك في الدور الثاني بس عاوز تجري في الدايركشن لازم في الحاله دي انا هعمل دي كام حاجه؟ اه بالظبط. يعني لو انا عندك في الانرجي بس مش هتوصل للدايركشن ده، لكن لازم اعمل لك كونسرفيشن اوف انرجي وكونسرفيشن اوف مومنت. ده معنى بص انك لو بترسم علاقه هنقول هنا المومنت هنا الانرجي. لو انا قلت لك ان كيرف الانرجي والمومنتوم بالشكل يلا افترض دي نقطه 1 وهنا ستيت 1 وستيت 2 المكان 1 والمكان. دلوقتي لو واحد عاوز اعمل له انتقال من المكان اللي عند ستيت 1 او الحاله الاولانيه الى الحاله الثانيه، انا متطلب اعوضه كام حاجه؟ 2 بالظبط. متطلب عشان تنقله كده معناه ان لازم تديله الفرق ده فين؟ من هنا شوف، ولازم تديله الفرق ده فين؟ خلاص؟ يبقى واضح جدا الـ EP curve ده very important part. Very important. من غيره ما تقدرش تقول ابدا البارتكل عشان ينتقد ينتقد ازاي؟ ما هو انت باي سيستم ازاي هتعوضه الانرجي؟ تعوضه الانرجي بحراره، تعوضه انك تنزل عليه ضوء، تعوضه باي وسيله دي حاجه ثانيه. لكن انت لازم عشان تعمل الانتقال من واحد الى اثنين لازم تعوضه الانرجي، لازم تعوضه المومنتوم. طريقه بقى كانجينيرنج ازاي انك انت هتعوضه الانرجي واحد انت ممكن بيه، ممكن بلايت، ممكن بالكترو ماجنتيك ويفز، هي دي الابلكيشنز المختلفه. لكن فيزيكالي عشان اعمل موشن او اعمل انتقال من ستيت 1 لستيت 2 لازم اعمل كونسرفيشن اوف انرجي كونسرفيشن اوف مومنت. طيب احنا هنا بنكتبها كده الناس في الالكترونكس كلها بيسموها اي تي كيرف. طب ايه الاي تي اللي هم بيكتبوها؟ تعالى بقى بص لها عشان تبقى فاهم ان الاي بي كيرف هي نفسها اي تي كيرف. بص الموضوع في معادلتين عارفين الاساسيين عاوزينها في شغلنا. الانرجي انتوا عارفينها كلها انها اتش فين؟ فين؟ ركز واحد. لو قلت لك انا اقسم اقسم على تو باي واضرب في تو باي دي هو انهي كونسل ده؟ اتش بار صح؟ وده ام اتش بار. يبقى ركز ممكن جدا اقول لك ان الانرجي تناقض اتش اف او اتش بار في مين؟ كلكم تعرفوا بريد فيكتور كي هو عباره عن 2 باي على 1 خلاص؟ بسيطه جدا. بص كده لو انا رحت ضارب هنا اتش بار وقسمت على اتش بار
انت عارف ان الاتش بار طبعا انا هقارن بين في ايه؟ لو انا عملت كده دي لو عملت كده توبر على مره ودي هتحطها اون اتش على كام توبر توبر دي هتغير توبر لون اتش على مره ده مين بقى يبقى زي ما تقدر تقول ان المومنتم هو عباره عن اتش بار ايه كي طيب واضح بقى من هنا العلاقه ما بين البي والبي هو المومنتم والبي سابق ولا سابق يبقى اي شكل يكون عندك ما بين الاي والبي هو هو نفس الشكل هيبقى ما بين الاي والاي والكي بس هو الفرق الوحيد ان الاكس ده كل نقطه فيها كانها مرسومه على اتش ايه يبقى افهم بقى كل شروط السيمي كونتاكتور بيقول لك الاي كي كيرف افهم الاي كي كيرف ما هو الا الى الاي بي كيرف ايه خلاص واضح ده هنستخدمه انتوا كلكم انا درست معايا واي يساوي ايه ساين او كوساين اوميجا تي ناقص كي اكس دي درستها من المعادله دي معادله كويس صح ولا لا؟ طيب هات دي ممكن تكتبها كده بص اي اوميجا تي ماينس كي اكس هتفرق معاك ما تفرقش ليه؟ بص انت عندك تغير ايه بص اي سي تكتب ايه؟ ها؟ ديزاين ايه؟ انت زائد اي ساين خلاص 1 مينيت لو ضربت هنا في ايه؟ ضربت هنا في ايه؟ ضربت هنا في ايه؟ كده غيرت حاجه لو جيت قلت لك دي واي ريل يبقى الريل دي هتساوي مين على اللي هي ريل يبقى هي ايه كوساين اوميجا تي صح ولا غلط؟ يبقى اذا انك انت تكتبها اكسبوننشال او تكتبها كده انت فاهم في النهايه انك لو كتبتها بالاكسبوننشال هتاخد الريل بار لو ده كان ايماجينري بار هتاخد انهي بار؟ يبقى اذا الامر انك تكتبها بالكوساين والساين او تكتبها بالاكسبوننت هي اللي هي هم ما هتحل في النهايه هتاخد اللي هي الريال ايه؟ بارت انيمال. طيب معنى كده ان المعدل ممكن يتكتب بالشكل ده. بص انا هلعب لعبه بسيطه جدا. الاوميجا لو حبيت ان هنا شيل اكتب اوميجا دي عباره عن اكس على ايه؟ يعني اكس. يبقى دي ممكن اشيلها كده. واكتب هنا تي على طب والفي لو في دي عمل هنا دي عمل في يبقى دي شكلها ويف ولا لا معادله كبيره هي هي كتبتها بجانب الايه؟ الانرجي والمومنتم بدل ما تكون العلاقه ما بين الاوميجا ومين؟ اوكي فهي هي ده برضه ده انا كتبته لك هنا وكتبته لك هو قلت لك الويف ايكويشن انت ازاي؟ بس هي هي يبقى المعادله الموجوده قدامك دي دي مجرد انها عباره عن ويب ايه؟ خلاص؟ يعني لو سمحت بسرعه يعني سرعه فرض الويب دي مره بالنسبه للاكس ومره بالنسبه اعملها دلوقتي دي عندك كده ويب ايكويشن فانكشن في تي فانكشن في مين؟ بالاكس انا عاوز منك بارشل الاكساي على بارشل اكس ومره عاوز منك بارشل الاكساي على بارشل تي اعملها بسرعه بس بالظبط عشان موضوع الفريد ده دلوقتي عشان ايه ده ايه ده مش عملت التفاضل؟ انت ما عملتش التفاضل يا نتيجة الكلب اما عملت التفاضل بالنسبة لإكس نزلت مين بره؟ بي على اتش بار يبقى هنا هيجي لي هنا بي على اتش بار انا كل اللي عملته وديت اتش بار طبعا الاي دي هتنزل ولا مش هتنزل؟ هتنزل انا برضه قلت لك هنا بص القيمه اللي كده بص
عمل يمين وشمال ساي ايه يمين وسباي ايه شمال في اوبريتور عملته على الاكسون الدرجه المهمه في اوبريتور عملته على الاكسون الدرجه الايه الالف يعني بصوا كده من فوق من المعادله لو احنا نبص ادي الاكسون هنا وادي الاكسون هنا انت عملت الاوبريتور بتاع الاكسون ادالك حاجه مضروبه فين؟ بالاكسون يبقى انا ممكن اقول كده ان الاوبريتور بتاع المنبر اللي هو ده الاوبريتور هو اللي هو بيبقى هنا هو عباره عن دي الاوبريتور ده اللي هو ينظم مين؟ ايه؟ هو هرجعها لك تاني عشان الناس اللي هي بص من فوق ادي الشكل اللي عندي انت Yeah.